السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك من الناس اللي بتحب تاكل سكر كتير، هقول لك في الفيديو ده عن أهم أضرار السكر على الجسم. أكل السكر كتير بيقلل من كفاءة جهاز المناعة، لأن السكر بيشكل إعاقة أمام أعضاء جهاز المناعة في محاربة الأجسام الضارة اللي داخلة للجسم. بيؤثر في نسبة بعض العناصر في الجسم زي النحاس والكروم، ويقلل امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم، فبيزيد من هشاشة العظام. بيرفع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ويقلل نسبة الكوليسترول النافع. بيؤثر بالسلب على الأطفال، لأنه بيرفع مستوى هرمون الأدرينالين في أجسامهم، فبيزود حركتهم ونشاطهم ويضعف قدرتهم على التركيز. بيحفز ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة. غني بكميات كبيرة من السعرات الحرارية، فبيزود وزن الجسم وبيساعد على الشعور بالجوع بشكل سريع. ارتفاع نسبة السكر في المخ بتؤدي إلى بطء في التفكير والتركيز، بيرفع نسبة الإصابة بعدمية العين ويضعف الإبصار، بيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم في الجسم، وبيزيد من إصابة النساء الحوامل بتسمم الحمل، بيزود نوبات الصرع، بيحفز في تكوين حصوات الكلى، ويزيد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطانات زي سرطان الرئة والبنكرياس والبروستاتا والقولون والمعدة. دي أهم الأضرار اللي بيسببها السكر على جسمك، علشان كده ما تكترش من أكل السكر.